لك يا عمي ضيعتني ضيعتني، ما إلي ساعة عم بفتل بالصحراء. والدلوعة كمان داق خلقها. ايه؟ لك وين بدي لف يا عمي؟ ما أنا حاولتني حاول. مش عارف مش عارف وين أنا. ولك شباك أنت غبي أنت؟ لك غبي؟ إيه؟ ليش عم تصي علي؟ لشو عم ترفع صوتك بوشي؟ شو هيدا الطاير؟ ولا عم تصي علي؟ ولا ثاني المخرج؟ والله لا افقع الكف، اخلي عيونك تزور بيتشل. ايه؟ ما في لا طاير ولا شيء. حياتي يمكن طار. هلا 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 برجع بلف من نفس النفرة. بس نوصل متحاسب، ايه؟ أنا بفرجيك. ماشي. اسكت ولا. ايه باي 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 حياتي. دخيلك يا ربي دخيلك يا ربي. وبعدين شو هالقصة هاي؟ شو هالشوب؟ شو هالقلعطة؟ رؤية دلوعتي وحياة عينك القصة بتستاهل. يعني ما كانوا يعرفوا يحطوا لهم قارمة قرمتين بهالصحراء؟ خلي الواحد يعرف يوصل لهم. ما هن لو بيعرفوا ان الدلوعة جاية لعندهم كانوا حطوا 100 قارمة وكانوا رشوا لك الأرض ورود وجليون. لك اخ منك انت من لسانك الحلو، زيتا هيدا اللي بورطني معك، كل مرة بقول هيدي آخر مرة بشتغل فيها معك وبرجع بتورط. بس بشرفك مش كل مرة بعمل لك كليب أهضم من التاني؟ بلا. وهلا وحياة عينك هيدا الكليب رح يكسر الدنيا، يعني شو بدي أقول لك رح يكون إمبلت الموسم، مش تفخيخ وتفجير، يعني سيارات وتفخيخ، لا رح يكون إمبلة فنية حقيقية. ايه هدي حالك رح تطلع من الأرض. بدي أطلع من السقف كمان. بتسكر بوجهي يا ابن منيرة؟ أنا بورجيك بس تيجي، قسما بالله الأخ معك خمع، أقلبك قلب. شباب قرب يظهر المخرج، يلا كل واحد يوقف محله. انجا ارجعي يا اختي انت، ارجعي ارجعوا، ما بيحب المخرج يقشع حدا هيك، ارجعوا بعدوا عن الهورس، خلي الهورس وصاحبه لحالهم. شباب ما تعزموني قدام المخرج. ها شو الصوره كيف؟ بتجنن فانتاستيك، حيطير عقله الاستاذ هلا. برافو، هلا بيقشع على حاله على الارض الواقع. ياه وصل المخرج يا شباب، دهر دهر. كيفك جان؟ بونجورك ان شاء الله. هلا بالاستاذ. شو مهدومي هالدلوعه هاي؟ ولا زعل قاعد بصيح قدام العالم ولا؟ ولك انت اللي بصيح بتقول لي بدي اخمعك ببطنك ولا؟ بدي اخمعك بوشك 60 شف وهرطك بسنانك ولا؟ ولا اسمع ورح ادفع حقك ولا؟ ولا بس عم ببين ببين يعني قلت هيك. اسمع ولا؟ اسمع ولا؟ لا تقل ادبك ها؟ تعمل لي مخرج ابن منيره. لا تعب عليك يا زلمه، هسه فوتك هسه بتقل قيمتك قدامهم يا زلمه. شو ماما؟ ماشي. إيه؟ جابوا فطور؟ جابوا كرواسان. قال جيت كرواسان يا زلمه، قلت لهم جيبوا كرواسان. هاني بس عملت سندويشتين مجدره من الدار وخبيتهم بالسياره. يا زلمه قلت لك عملت كواج؟ يا زلمه مجدره منيحه. ماشي ماشي. قلش قلبك قلش قلبك قدام العالم ولا؟ يلا 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 شباب، هدوا يا شباب. يلا شباب يلا حبيبي. شفتني الفرس ما اهدمها؟ يا اخوي حصان حصان، هذا اسمه حصان عيب. ويا اخي احنا شو بيعرفنا اذا حصان ولا فرس؟ شايفنا جاي من البادية. ما عندنا هيك شيء بالروشه ابدا. ما شفنا يعني. بس ليك جوني، ليك طلتها بتقول يعني جينيفر لوبيز او مادونا باول طلعتها. يا اخي ليش ما بتقول ميشيل فايفر او جوليا ربط؟ يا اخي
ما هدمك يا جاني، اسمه جوليا ربط. يا اخوي عيب عيب هالحكي، شو 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 هون؟ عيب عليكم، هذه معنا كتبوا قبلان والله طرني. شو المتوحش هيدا؟ شفاش كثير قبلان، انا قبلان ابن ابوك ولا اخرى بسيح دمك ولا ولا بقلفشتك وبوكلها ولا يا هلا دلوعه شو رايك بهالفرس؟ بحياتك مش مهضومه. يعني مش كل هالقد شو الناس بدها تتفرج على جمالي ولا على الفرس؟ ولو يا حياتي طبعا دلوعتنا لانا بدها تشوف جمالك انت، بس انت والفرس رح تطلعوا كوب بعقد بجنن. شو رايك جاني؟ لكان وانا برايي كمان ضيفوا شويه اكسسوارز هيك على القوع على على رقبته للحصان، مثلا حطوا هيك معلاق غنمه. ولا بدي اقطله معلاقك ولا هو قصده يعني مش معلاق، هيدا السلسال نحط برقبه الغنمي منعلقه بالفرس بيصير عنا يعني شيء اسمه تغريب. ايه تغريب تغريب معناتها مش فارقة حياتي إن كانت هيدي الفرس ولا غيرها. لا يا دموزيل لا لا لا، هذا الحكي عيب، ما ينحكى ما ينحكى عن معنقية أبوي أبو قبلان، عيب. ترنك لو منش ضيفتنا ودلوعت الغنية كان صار الدم للركب. شو دم وركب؟ شو هيدي غنية هابطة يعني؟ شو عم بيقول هيدا الحجري؟ يا عصبت الدلوعة جوني، بليز تفهم معه. دلوقتي انا متفهم معه، انت بس روقي لي اعصابك، بعدين ما تزعلينا يا لهيدا، لانه ما لقينا ولا فرس زرقاء غير هي اللي عنده. عفوا يا اخوي، شو تقول هي الدموزيل؟ شو تقول حجري؟ شنو هذا حجري؟ ها؟ يا حبيبي ماش حجري ها؟ روي. هي قصدها انه حجري يعني واني انت قوي كثير وبيلبق لك يكون عندك فرس زرقاء هيك حلوة. لا عاد هذا الحكي اللي ينقال، يسلم ثمك. هذا الحكي اللي ينقال عن معنقية أبو قبلان، ما أبو غيرها فرس زرقة كل العشيرة. طص 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 لطصك انت ولا خلفك. دلوعتنا بليز روقي، انت مو لازم هلا تعملي رتوش نتويج. بيان سور. يلا يا ويلي يلا مدام كوليت، شوفي لنا الدلوعة. يلا تحركوا. ولا مش عارف الحجري ولا فكر حالك يسجل اسماء الرقاصات واخري غاد وانا جيتك يا الفرس يا الحصان يا الازرق. قبلان سايق عليك الله وكرم الله ما تخرب على الولج ابو قبلان. يا ليله الساد ليكون نكست بالرقاصه لونه. وانا مش موقفني هان اروح اشوف وش السالفه. مش 100 مره بدي يلا يا جوني يا جوني فهمان. كل واحد واقف محله، ما بدنا نزعل الدلوع المهضومي. يلا رح نبلش تأثير. يلا عد عد يا جوني. حاضر يا شيخ. 50 4 انجع 3 انجع 2 يلا اكشن. يا سواح الوجه يا قبلان، يا عقل والدين يا قبلان، وين النذل وينه؟ ايش الليل عامله الليل؟ استوب جاني، مين هيدا الحيوان اللي عم بيصرخ هيك؟ انجا وقعها وقعها. حيوان بجه مخلفك ولا؟ ما شاء الله عليك وعلى اللي خلفت، سايبة الشغلة ها؟ انزلي مني، انزلي لشوف، انزلي. شو دخلني انا طيب ماشي انا بفرجيك يا حيوان. هدي دلوعتي جاني، شوف الدلوعه شوف الدلوعه، تروق شوي. فيح عليك انك تستحي، فيح عليك يا النذل. أمك لو صحلت كان رقصتها ويا بناتها اليومين. في عليك، امشي يا الأزرق يا حبيب القلب، امشي في عليك.
خذاه خذاه وراح. مين هيدا الخرفان؟ لك شو عمل شو عمل هيدا شو سوى؟ يا اخوي حقه هذا الحصان حصانه ماله وحلاله وحربيه يعني. طب ليك اذا بده دولار مصاري يعني عيب عيب هذا الحكي ما ينحكي الوالد مو من هذه النوعيه. طب هلا شو بدنا نسوي؟ جيبوا لنا فرس ثانيه وخلصونا من هالتعتير. حياتي دلوقتنا انت بس روقي لا تهزي اعصابك. روقي روقي نحن بنعرف نحل انا بخليه يجيب الفرس غصب عنه ولا يهمك. باردون ولا انقلع من وجهي انقلع عن ابو اللي خلفك انقلع ولا تفضل ولا لا حياتي دلوقتنا انت ولا يهمك منحلها. دلوعتنا بليز عرفي عن حالك واحكي معه قولي له شو المشكله. مين هيدا؟ هيدا مدير المنطقه. الو ابو تحسين ابو غازي تصحيحا لو سمحتي. كل واحد بدنا نختلف هلا ابو غازي ابو تحسين مش زايد اخو العمر. العفو منك ما عرفت مين عم يحكي والله. انا دلعت الغنيه. عفوا ما عرفتك. أحبك يو أسيبك يو أشوفك يو. ما معقول أبدا جد ما عم أصدق حالي. لا صدق وصدق وصدق. مريني متموزيل كل ياتني أذان صاغية إليك. المدير جيتك عزيزة وغالية على العين فوق الراس. قسما بالله اذبح لك عجي من العجيان. لا تنشل انتيه مصير ثنتين. الفرس متمثل بالكليب قيل الفيديو يعني متمثل بالفيديو قيل الكليب. شو خلص ولا يهمك يا دلوع. انا رح احكي مع السيد المحافظ وهو بيعرف كيف يكسر له راسه. انت لا تصدي قديش إليك معزة في قلوبنا كلنا. تقبروني ما انت جمهوري الغالي. الله يخلينا اياك. ايوه طول بالك يا ابوي احب على يدك يا ابو قبلان. طول بالك يا ابو قبلان يا حبيبي انا مالي جاي اهددك. هذا مش انت جايبه مش انك يا حضره المحافظ مشانك. اتقرب خطوه ثانيه اقوس الحصان اقوسه. ما يمثل بالفيديو كليب يعني ما يمثل بالفيديو كليب. ولو جي مجلس الامن وتدخل بالموضوع لا حول ولا قوه الا بالله. لك بس انت وياه بس خلاص ما في منه امل. سمعت ما ابو امل بس حاضر استاذ سوري. يا الله صار لازمني شاور ضروري. حتى علبة الديدورانت اللي عندي خلصت. وبعدين مع هالتايس ما بده يحلها بقى؟ ما قلت لك من الأول جيب فرس تاني ما رديت علي. ليش أنا لقيت وقلت لا؟ ما قدامك فتلنا الدنيا كلها ما كان لاقي ولا خيزرة أصيلة إلا عنده. بعدين ما بتتذكري طشت الغسيل بالكليب الماضي؟ ما كان هو سر النجاح ولولا ما كنا بعنا ولا شيء من السي دي. وهلأ هسع هلأ أنا شايف إنه هاي الخيل هي سر نجاح الكليب رح تكون وبلاها ما رح نقدر نصوره. وهي صاحبها ما عم يقبل يعطينا إياها. ولا يهمك إلا ما لقي طريقة أنعه فيها. يا أهل البيت تفضلي يا خيا. تفضلي دموزيل. مينك أنت؟ أنا مقبلان. وقلك عيني تقشعينا وجهك بعد اللي عمله جوزيك؟ يا خيي ما انا جايبه هالخصوص. تفضلي قعدي. انا اعرف وش الطريقه اللي تخلي حليلي ينطيكم الحصان. وليش ساكتي لهلا؟ والله يا خيي ما حد منكم استشارني. طب قولي دخيلك انطقي. قولي. حليلي ما تمشي عليه القوه. اذا ودكم منه سالفه انخوه ودزوه لهجاها. ايش؟ جاها
جهة؟ ليش في أهم من الجهة اللي بعتني له إياها؟ إي في. ومنو دخلك؟ يعني مين؟ أيوه حي الله مرجان، يا حي الله عليم الله، شرفتونا. يا حي الله، يا حي الله، يا الله اخويا بعارف. يا حي الله، اهلا مقبلان. هي هي، تفضل يا اخويا بعارف. زيد فضلك. والله قهوتك يا ابو قبلان ما تنشرب، ما تنشرب قبل ما تقضي لي سالفتي. عذه خسه، سالفتك مقضيه باذن الله. لا عاد اشرب. بسم الله. السالفة اللي قصدك فيها أبو قبلان هي الأحصان. حتى أنت يا أبو عارف؟ طبعا أنا عارف، بس أبيك تعطي بشروطك. وش تقصد بشروطي يا أبو عارف؟ أنا أقول لك وش أقصد بشروطك. تكون أنت بطل الفيديو كليب وتصور معاهم. أنا يا أبو عارف بتجيب الحصان وبتركب أنت على الحصان وبتركبها من بعدك على الحصان، وساعتها بتكون أنت بطل الفيديو كليب. وبالجهة ما وافقهم هم اللي بحاجتك يا أبو قبلان، مش أنت اللي بحاجتهم. أولا يا عليك. أوكي أكشين. لحظة شوية، عم رتب الممثلين، خبيلي قميصك، كله ينتبه. ها كله ينتبه، يلا رح نبلش. ما حدا يمزح معي بهالطريقة تاني مرة، فهمني؟ ما بنلعب هون. خمسة أربعة ثلاثة اثنين أكشن. هاي دلوعة انتي ابو ابلين نزيل ابلين؟ ملك الهدمية انت. تعالالي تعالولي، انا اصيلة وركبة اصيلة، تجي الليلة عمله الليلة. تعالالي تعالولي، ما تيجي يا تعال يا، انا كومبار. سفقوا انتو حبيباتي، سفقوا. وانا جميلة وخالي جميلة، تيجي الليلة عمل تبولة. تعالالي يا خراشي والنبي تيجي. طب لك يا جنب مقوم هي قاعد بشوف مانا ماني المخرج يا جنب كده ما جنني. ها جنني شو ولد منيره ورا بكره انا بورق ورا بكره حق ابو حمولها ورا كان المخرج ورا انا صيح جنبك يا كلب يا كلب انا كلب ولا اذبحك. هل ده هو الفيديو كليب؟